اخبار اليوم. شعرنا ان احنا مبسوطين جدا، يعني احساس جميل قوي ومختلف ومستنينه، والحمد لله نفس الاغنيه خدت جايزه مرتين، الاي سي اي والميمة، فالحمد لله. يعني ده معنى نجاح الباند ونجاح الاغنيه ونجاح الفكره، لان فكره اصلا وجود دويتو ده فكره يعني مش سهله باند يعمل دويتو مع مطرب وينجح. الحمد لله نجاح الاغنيه التسهيل والفنانه اصاله عملته. بنختار الاغاني بناء على احنا بنحط الفكره، احنا بنبقى عايزين ان احنا نغير حاجه مثلا في المجتمع، او عايزين نوصل رساله احنا كشباب بنحس بيها، عايزين نوصل مثلا راي كل واحد في اعضاء الفرقه مستقل بذاته. الشعراء بيختاروا الكلام ببساطه عشان يليق حتى على فكره وكونسبت الفرقه. الفرقه مبنيه على البساطه ومبنيه على اختيار كلمه بسيطه بس موضوع عميق جدا عشان يوصل للناس بسرعه وباسلوب واضح. ان شاء الله ان شاء الله، والله العظيم احنا بنفكر وبنعمل وبنخطط وبنجرب، ودعواتكم بقى يا جماعه. احنا لسه احنا ما فيش اكيد 100% عشان اقدر اقول حاجه زي كده، بس اكيد اول ما يبقى في حاجه اكيد مش هنتاخر على القناه الجميله. نسمعكم تسهيل. تسهيل كلكيع سر الدنيا التنويع، تفاصيل مواضيع ما هو ينحلها ينضيع. ميرسي اول اخبار اليوم، وميرسي ليكم جدا يا جماعه، فرق ببساطه بتحييكم.